تاخدنا على فين يا خدمة؟ أنا بقى بوديك أكتر مكان حلو فيكي في مصر. آه ده مكان النخبة، مش أي رجلة دخلها هنا، خد بالك. نخبة إيه يا خميس ده؟ دي حتة لبش، ده ممكن الحكومة تكبس علينا في أي لحظة. الحكومة تكبس علينا إحنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. شو دي كانت سمعتها باب طين، وبقدرة قادر كانت دماغ المعلم وهوسته اتدلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي ان هي كانت جوازت مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت. سلام عليكم يا رجاله، زي ما انتم زي ما انتم. اقعد راجع. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشو؟ ما هي شو كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت بميت رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل، بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من المعلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته، والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. اسبابه مين ده؟ سلامه يا بندين، نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. الذبابه هنا. مكانك يا بنديل. اوف وش هنا اهو، هنا اهو الذبابه. تلالم الملعونه. تلالم وقفت فين؟ تلالم على الزجاجه. تلالم فنششتوها. ازاي؟ تلالم فنششتوها. ايوه تلالم وطارت. ايوه تمتم وطارت. بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. فكر زي ما انت يا رجاله، زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. اؤمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. يا زبابه. ايوه يا فندين. بس على الرجاله ورصلنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا متوفي. بس على الرجاله ورصلنا حجرين. بخيركم يا رجاله، سهره عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدرات. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا مصدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفين يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شو دي طلعت حكايه، طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني. اديك سمعت الحدوته كلها، خليك بقى معايا في الحدوته بتاعت انا. اعمل ايه في البلوى اللي جابتها لي البت اياها؟ سعاد عليك مشكله بجد يا خميس، مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بأمرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون دول حاجات كده للقعدة والسهرة نضيفة. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجة كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا.
واقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده، ايوه. يلا 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 جنب يا جنب يا، ارفع ايدك فوق يا. يلا وشك في الحيط، يلا. ارفع ايدك فوق يلا. البلد باظت، والايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس ما بقاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش، اتقل. كنا بنقول ايه يا اولاد، ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه. تروح بقى ايه؟ مارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي. ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول. والعياذ بالله. هي الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. العميرة دي جامدة أوي يا رجالة. إيه ده؟ طب أنتوا عمركم سمعتوا عن محشش يتحرش بواحدة؟ عمرنا. طب عمرك أنت سمعت عن محشش واحد في الأرض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لا مؤاخذة سلبها أعز ما تملك؟ خميس. ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ايوه. ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنة بحشش يوميتي صبح وليل. اسأل عياله هم. ايوه. وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحدة. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزة وشد، بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه. اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. قرفت من روحي يا اخي، من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده؟ خميس 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 خميس، اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه يا بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني. شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل، جميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفه، واحنا لسه ابتدينا. لا يدوب خمس ست اطقم اللي شربناهم.
الرجاله راحت فين؟ على وصول. يجوا بالسلامه، يجوا بالسلامه يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده يا ابني؟ دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى. لا تطير منك وتفك. اه واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الاخر كله شمال. ايوه كده. هزم هزم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. صاروا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشك؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف ومصيره يكبر ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحد عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك البارح ده على اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ اه. يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ اقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. نقطك الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. اه يا ابن المتوسطة. ايه العبارة؟ ست شهور. مالها؟ تتقص على اللي يخصك وبتنكش وراك يا كبير. اه صحيح، ست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مرات براني.